بتحط واحد اتنين تلاتة أربع رادارات كده، وتسيب الطيارة، طايرة الطيارة وسيبها، هتروح هي أوتوماتيك رايحة لنمرة واحد وتلف وتروح لنمرة اتنين وتلف وتروح لتلاتة وتلف وتبعد عن الشجر وتبعد عن إنها تخبط في أي حاجة، الرادارات اللي فيها بتسمح لهاش تخبط في أي حاجة، وتروح لأربعة وترجع تروح لواحد، تفضل تلف حوالين نفسها كده. دي فكرة الطيارة. ويلكم بيرني، أهلا وسهلا بيكم. الطيارة النهاردة ليها العجب ومنه العجب، ولا كأننا في حرب بجد. طيارة ريموت كنترول توصل على التليفون وفيها أربعة رادار، أربعة رادار، أربعة رادار، أربعة رادار. طيارة أول مرة أشوفها في حياتي، يعني حاجة غريبة جديدة بالنسبة لي، يعني القناة فيها 70 طيارة، أول مرة يقابلني حاجة زي كده، أكتر من 70 طيارة. أوكي، بيجي معاها شاحن وبيجي معاها بطارية، بطارية واحدة بس، لازم أشتري بطارية تانية لأن بطارية واحدة مش كفاية ليها، وبيجي معاها شوية ريش. أوكي، أربع مراوح جداد الطائرة أهي، وبيجي معاها الاتنين دول، الاتنين دول يعني جميلة الحركة دي برضو. هي الطائرة غريبة في كل حاجة، الطائرة غريبة في كل حاجة، عشان تغير دول يعني دي تغير تحط دي مكانها لو حبيت تبقى حاجة صغيرة، بس أنا رأيي الكبيرة أحسن، بس لو حبيت حاجة صغيرة فدي مكانها. أوكي، شوية مسامير وزي العادة، والمفك والحدوتة. أوكي تمام. الطيارة الأول فيها إيه؟ فيها حساسات مش عارف أعدوها، عدوا، أدي اتنين هنا، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، ست حساسات مبدئيا. يعني الحجارة بتركب على فكرة الناحية دي كده، يعني عاملينها بطريقة ظريفة إن الحجارة تركب هنا كده. كده وبتخش في الجزء ده. هي لما الحجارة بتركب النور بينور، ما فيهاش اون واوف، النور بينور على طول. النور بينور والحساسات اشتغلت وتمام التمام. وهي بتخش في الجزئية دي كده. بس زي ما اتفقنا معاها حجر واحد، ولازم اشتري حجر تاني، لان حجر واحد انا جربتها مش بتمشي حوالي 10 دقايق، 10 دقايق، وهي محتاجة انت اكتر من 10 دقايق. اوكي، خلي الحجرة كده دلوقتي. الريموت كنترول في عندك تقدر تشتغل بكذا احتمال، يعني واحد اتنين تلاتة، تلات محاولات. الاول بتشتغل كده، هي اشتغلت، خلاص كده اتعرف عليها. دوسة واحدة هنا هتشغلها، لا دوسة واحدة هنا، هنا دوسة واحدة هنا تطلعها، ودوسة واحدة تنزلها. اوكي، فدي سهلة، دوسة مكتوب لاندنج، دوسة تطلعها ودوسة تنزلها من هنا. وبعد كده انت عايز تتحرك بدي تتحرك، عايز تتحرك بدي تتحرك، عايز تتحرك بدي تتحرك. هقول لك الفكرة بتاعت الطيارة، هي فكرتها في ايه؟ هي طبعا هي لعبة قبل ما تكون طيارة، يعني هي لعبة. هي كام سنة؟ هي 12 سنة، 12 سنة فما فوق، بس الكبير هيتمتع بيها أكتر من الصغير بالمناسبة، يعني مع احترامي للكبار، يعني الكبار هيتمتعوا بيها جدا. هي زي السيارة في نفس الوقت، يعني هي طيارة وتحس إن هي سيارة، عاملينها على شكل سيارة بالظبط. أوكي؟ يبقى دوسة واحدة هنا ودوسة واحدة هنا، وطبعا لو دوست هنا وحوطت يمين هتحول، شمال هتحول. اوكي، انا مش عايز اطيرك دلوقتي، مش الفكرة في تطييرك، انا عايز اوريهم حاجة اهم من كده، اهم من انك تطير. الطير دي سهلة، وبعد ما تطير وبعدين يعني. اوكي، لا هي الطيارة مش طيارة عشان تطير وبس. تعالوا نشوف الرادار، الرادار في ده،
الرادار عندي اربع حواجز في ستاند يقعدوا عليها الرادار. اشيل الكرتونه، عايز اوريكم حاجه تانيه في الكرتونه. اوكي، شايفين المنظر ده؟ المنظر ده انت بتحط واحد اتنين تلاته اربعه، اربع رادارات كده، وتسيب الطياره، طايره الطياره وسيبها، هتروح هي اوتوماتيك رايحه لنمره واحد وتلف وتروح لنمره اتنين وتلف وتروح لتلاته وتلف وتبعد عن الشجر وتبعد عن انها تخبط في اي حاجه. الرادارات اللي فيها بتسمح لهاش تخبط في اي حاجه، وتروح لاربعه وترجع تروح لواحد، تفضل تلف حوالين نفسها كده. دي فكره الطياره، دي فكرتها عن طريق الرادار. الرادار بيوجهها، الرادار ده بيوجهها، تروحي هنا وتروحي هنا وتروحي هنا وتروحي هنا. بعد كده دلع مفيش، عشان كده قلت لكم الكبار هيتمتعوا اكتر من الصغار. يعني انت لما تحط الرادارات بتاعتك، توزع الرادارات بتاعتك بطريقه معينه في الحديقه، يعني الرادار هيسمع مع الطياره، هتمشي. الكلام ده هنشوفه على الطبيعه، هتمشي الطياره ولو قابلت شجره بتبعد عن الشجره، ترجع تاني لمسارها، لمسارها الاساسي. يعني هي لو رايحه هنا، رايحه من اربعه جيت مشيت لقت شجره لفت بعيد عن الشجره، جت لقت دي بعدت عن دي، وترجع تاني تروح للرقم اللي هي رايحه له. اوكي، وممكن ترفعها لفوق عند رادار معين، تقول لها اطلعي لفوق، تطلع لفوق عند الرادار معين. هقول لكم فكرتها ازاي مع الرادار. وطبعا بالتليفون هتقدر تشوف كل حاجه هي بتعمله، وتقدر توجهها بره الرادار. لو عايز تخرجها بره مسار الرادار، تخرجها او ترجعها تاني للرادار. عشان كده في هنا ثلاثة اوبشن، يعني تقدر تشتغل بده او بده، يعني ده وده او ده وده، ده وده او ده وده. اوكي، لازم يبقى برضه على الطبيعه الكلام ده. اوكي، خلي الكرتونه هنا دلوقتي مؤقتا، اشوف قصه الرادار ده اللي بيشيل الرادار. هي عجباني جدا، بجد عجباني، فكره جديده، فكره جديده. ده رادار، الرادار بياخد حجرين جوه. بياخد حجرين، ده رادار وهنا اون واوف. اوكي، وتحط الرادار كده كده، تحط الرادار كده بالطريقه دي، بحيث يبقى متوجه ناحيه الطياره. الطياره لازم يبقى متوجه ناحيه الطياره. الطياره هتيجي كده، هتشوفه، التوجيه بتاعها هتروح زي ما هو بيقول لها. انت بتقول لها كده، يبقى اول ما هتيجي هيروح زاويه 90 كده، او تحطه كده. لو حطيته كده هيجي عندها، هتيجي عنده تروح طالعه لفوق. يعني هتيجي عند الرادار ده تروح طالعه، يعني بتقول لها في الجزء ده اطلعي لي فوق، هتروح طالعه فوق وتكمل لف بعد كده، وتكمل لف على الرادار اللي بعده. اوكي، نفس الكلام ده تحطه كده، نمرة أربعة، نمرة اتنين، أزرق، رمادي، دول متغيرين، معلش مش مشكلة. أوكي، فأنت هتوجه الرادارات كده، الطيارة هتمشي كده 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 كده، هتفضل ماشية في المربع ده. هتحط واحد بقى يمين، واحد شمال، واحد فوق، واحد تحت، حسب ما هتحط. والرادارات اللي هنا، الحساسات اللي هنا هتسمع مع الرادار ده، هتسمع مع الرادار ده. هي مش هتمشي الا في المسار ده بس، هي مش هتتحرك الا في المسار اللي انت محدده لها بالرادارات، مش هتخرج بره المسار ده. ادي الكتالوج، يقول لك اوبشن واحد واثنين وثلاثة، ده الاوبشن اللي عندك. اوكي، و
وهنا عشان تغير جيل زي ما قلت. اتفقنا. الرادار فين؟ هنا جوه تلات حجر، ده بياخد حجرين، والريموت كنترول بياخد تلات حجر. فين رسمة الرادار؟ اوكي، دي مرسومة على العلبة بس، ماشي، مرسومة على العلبة بس، اللي هي الرسمة دي، بس أنا فاكر إن أنا شفتها في كتالوج يعني، بس اوكي. اوكي ماشي، عشان ما اطولش عليكم لازم نطلع الجنينه. انا هطلع واوضب راداراتي ونظبط الطياره، بحيث ان احنا هجرب الاول مع نفسي عشان ما اضيعكلوش وقتكم، وبعد كده اجرب معاكم مره تانية النظام ازاي. انا لسه ما جربتهاش بتشتغل ازاي برادارات، لكن انها تطير هتطير، انها تطير هتطير، لكن انا مش فكره انها تطير، هي مش فكره انها تطير، يعني سياره لو خدتوا بالكم شكل السياره، يعني جناح السياره وقدام النور بتاع السياره، واحمر ورا، احمر ورا وقدام ابيض او ازرق، بس كل دي رادارات عشان تتحكم فيها. انتظروني في الفيديو القادم نشغل الرادارات بتاعتنا مع الطيارة، بس لازم هجرب الاول لوحدي وبعد كده اجرب معاكو عبارة هتعمل ايه، بدل ما تلبس في شجرة تفرض حد. فحد نصحني قال لي لازم تجرب الطيارة قبل ما تصور، قلت له عندك حق، هو صح، لازم اجرب الاول، هجرب معاكو هلبسها في شجرة هتضحكوا عليا. اوكي اتفقنا، الى اللقاء في الفيديو القادم، شكرا لكم.